أن أبصرت حالا مغيرة عن الحال القديم، لنفس ستتلف أو سترقى العمر بلا أمر جسيم. كل حب على قلبي، كل حب غير حبك حرام. الحبيب الذي يرضيه سفك دمي، دمي حلال له في الحل والحرم. والله لو علمت روحي بمن علقت، قامت على رأسها فضلا عن القادم. دعني أسترح، فك قيودي، توسل إليك. تتوسلين أم تخادعين أيتها الأفعى؟ أتوسل إليك بمروءتك. سريعا ما انكسر أنفك. ما حيلتي؟ ما حيلة الضعيف مع القوي؟ أنا امرأة وأنت رجل. فإن فككت قيودك؟ شهامة ومروءة. حذاري أن تحاولي الهرب مرة أخرى. الهرب؟ إلى أين؟ وكل السبل أمامي مسدودة، كل القلوب شاحنة. إلا أنا، إلا أنا. إذا أحسنت سيرتك معي وكففت عن الصراخ والتمرد، فسأفتح لك داري وقلبي. حقا يا مولاي. حقا يا جاريتي. اهدئي. عليك أن تتعلم المبارزة. رقطاء، ها؟ رقطاء.
جارية مخلصة سأعتقك ذات يوم. أنا جاريتك يا مولاتي، سواء كنت حرة أم أمتا. خبرين، كيف عرفت بهذا الخبر؟ من الجارية بركة، جارية مولاتي أنت. إذن فابن أبي قحافة يريد أن يشتري العبيد والإماء من أتباع محمد ليطلق سراحهم كي يصبحوا أحرارا. أتنزلين على مشورتي يا مولاتي؟ أشيري علي. تسبقينه وتشترينهم ليصبحوا ملك يمينك، وترغميهم على ترك دينهم تحت سمع وبصر زوجة محمد. جارية حمقاء ورب الكعبة. إذا فاقتليهم. لو أني اشتريتهم خسرت مالي. لا، فلنترك ابن أبي قحافة كي يشتريهم، ولكن بعد أن نوصي ساداتهم بأن يغالوا في الثمن أضعافا مضاعفة كي تكون خسارته فادحة. سيشتريهم ويطلق سراحهم وقد يفرون من مكة. هيهات، أنا أم جميل، المال الذي كنت سأدفعه ثمنا لهؤلاء العبيد والإماء سأدفعه لمن يتعقبهم واحدا واحدا ويقضي عليهم. نعم الرأي يا مولاتي، وبورك فيك يا سيدة النساء. يا سادة قريش، بلغنا أن ابن أبي قحافة يزمع شراء العبيد والموالي من أتباع محمد. هذا أمر يستحق هذا الصراخ يا أبا لهب. أجل والعزة، فلو اشتراهم واعتقهم لصاروا أحرارا وما استطاع أحد منا أن يتعرض لهم. وهل حالت الحرية دون التعرض للسادة من أتباع محمد؟ صدقت، ولكن ابن أبي قحافة يريد أن يتطاول علينا ويمنعهم منا، والرأي عندي أن نلزم سادتهم بأن يرفضوا البيع أو يغالوا في الثمن. حييتم يا سادة مكة. لا حييت. اخسأ وامضي يا صابئ بني الوقاص. أرسلني من أرسلني لأشهدكم أن أبا بكر قد اشترى بماله بلالا وعامر بن فهيرة والنهدية وابنتها وزنيرة وجارية بني مؤمل ثم اعتقهم. ويحك وويح ابن أبي قحافة. ألا فلا يتعرض لهم أحد، فقد أصبحوا أحرارا، لهم مال الحر وعليهم ما عليه. قد بلغت يا ابن أبي وقاص، فاذهب لشأنك. يا سيد بني مخزوم، جئت أعرض عليك ما تشاء من المال ثمنا لياسر وولده عمار. واللاتي لن أبيعهما بكنوز الأرض ولن أعتقهما حتى يرجعا عن دين محمد. أبعد يدك عني يا ابن هشام، أبعد يدك، فأنا من تعلم. وأنا أيضا من تعلم. أنا قاتل أخلص. يا ادخلي يا بركة. اشرب يا مولاي، اشرب. بسم الله. بسم الله، متى أسلمتي؟ اكتم عني يا مولاي. لا تقولي، أنا لست مولاك، وإنما أنا أخوك في الله. أين هنت؟ ذهبت إلى دار أم جميل
كانت تريد شراء إخواننا من العبيد، فسبقها أبو بكر وأعتقهم. غفر الله لك يا أبا بكر، الآن طابت نفسي. بركة، اذهبي قبل أن تعود هند بسرعة. إذا أردت الخروج. لا، لا أريد أن تؤخذي بسببي. بركة، من الذي أمرك بالدخول علي؟ أنا. قفي مكانك، لا أقتلنك يا جارية السوء. تقتلينها؟ تقتلينها لأنها أرحم بأخيك منك؟ ناديتها جائع عطشان فأطعمتني حيث جوعتني أختي، وسقتني حيث أضمأتني أختي. اخرجي، اخرجي من هنا. هند، هند، لماذا تشحين بوجهك عني يا أختها؟ لست أختك. هكذا؟ هكذا يا ابنة عتبة، يا أحب الناس إلي؟ حقا يا أبا حذيفة، أما زلت أحب الناس إليك؟ ما ارتضيت الحبس إلا لأنه في دارك، ولأنك ما زلت أحب الناس إلي. وأقسم بالله لو أن أحدا غيرك أراد أن يحبسني ما استطاع، ولو حبسني لحطمت الأبواب وخرجت وقتلت حتى أقتل. ولما كل هذا يا أبا حذيفة؟ تريدين الجواب؟ أجل، أريد أن أعرف كيف ترضى لنفسك الهوان وتعرضها للقتل؟ إذا كنت تريدين الجواب الحق، اذهبي إلى المساكين الذين يعذبون في البطحاء ويحرقون في النار ويقتلون بالحراب ويموتون جوعا وعطشا، ثم لا يتراجعون عما آمنوا به. وأنت مثلهم؟ ظننتك قد راجعت نفسك بعد أن حميتك في داري. ليتني تعرضت لبعض ما تعرضوا له، إذن لسمعت مني أصدق الجواب دون ما كلمة إلا كلمة الشهادة بالله ورسوله. لن تخرج من هنا يا أبا حذيفة، سأعذبك بنفسي. هذا مجلس سيدك، تعالي. تعالي تعالي تعالي. ماذا أحضرت معك من يثرب؟ ما رأيت جارية. اللعنة على كل الجوار والنساء، أسألك عن الطعام والشراب. ألا أستريح من عناء السفر أولا؟ هذا كل ما أحضرت بعد السفر والرحيل. لم يتبقى معي من المال إلا ما اشتريت به ما رأيت. أين أنفقت كل ما تملك؟ اشتريت جارية بعشرة دنانير.
بعشرة دنانير. كل نساء الأرض لا تساوي درهما. تعطيها القبيلة كل ما تملك من أجل الطعام والشراب، وأنت تشتري امرأة ساقطة. إن هي إلا أيام أبيعها بمئة، وأرد لكل منكم ما أخذته مضاعفا. نخاس تاجر أعراض. ابن أختي ماذا فعل؟ أرسلناه ليشتري لنا طعاما وشرابا، فاشترى جارية ساقطة. كنت على حق عندما وأدت بناتي. أرأيت مصير الإناث؟ ما كانت أمك إلا أنثى. لماذا لم تدعو الجارية المسكينة للطعام يا بني؟ الطعام عندها، ولكنها لا تأكل منه كسرة خبز. استعصت عليك؟ استعصت علي؟ لكنها جارية صعبة الميراث، دائمة النفور. مسكينة، سأذهب إليها. يا له من نداء حرمت منه منذ زمن. يا ابنتي، ليس لك أبناء يا خالة؟ كان لي ثلاث بنات ماتوا. يا لك من مسكينة. لا عليك يا ابنتي، من أي القبائل أنت؟ وكيف وقعت في قيود الرق والعبودية؟ كان أبي وأعمامي وأخوالي سادة قومهم، أنا حرة بنت حرة. فما الذي أتى بك إلى هذا المصير إذن؟ كنت مع بعض العشيرة في طريقنا إلى مكة، فأغار علينا ذئاب تلك الصحراء، قتلوا أبي واختطفوني. تمكنت من الفرار وذهبت إلى يثرب. هناك استجرت برجل من اليهود، ظننته على دين ونجدة، لكنه لم يرحم ضعفي وزعم أنني جاريته، ثم باعني لولدك هذا. هو ليس ولدي يا مسكينة. ساعديني يا أمه، خلصيني منه لأعود إلى قومي في بني غيلة. ليتني أستطيع يا ابنتي، ليتني أستطيع. ماذا تقولين له؟ لا لا لا, لا شيء يا بني. ماذا قلت للعجوز؟ قلت إنك حرة وسيدة الحرائر، وزعمت أنك من أرفع القبائل نسبا. أليس هذا ما زعمته هذه الكاذبة؟ بلى يا ولدي، وأظنها على حق.
هذا ما حذرني منه اليهودي. من بها يا فؤيد؟ لا شأن لكما بها، لا شأن لكما بها، وإلا قتلتها ولا أبالي. ها ارحمها. كلي هيا، كلي كلي. وهل لك حيلة مع ابن خلف؟ كلا، إنه عطل شديد القسوة والغباء. ليس لنا إلا الصبر. هل لك أن تكلمي أخاك عمر؟ أنا أكلم عمر؟ أتريدينه أن يقتلني؟ أنت أخته، وهو يؤثرك بعطفه وشفقته. شفقة؟ إن أخي عمر يحمل بين جنبيه قلبا أقصى من الحجر. أما رأيت كيف كان يعذب جاريته؟ فكيف أكلمه بشأن أخيك؟ سيشك ويسألني عن السبب، فماذا أقول؟ قولي له إنك رأيتني أبكي من أجل أخي، وإنني أخشى أن أتكلم معه. لا أعلم، سأفكر في الأمر وأسأل سعيدا عندما يأتي. ترى أين تكونين الآن عناق؟ وكيف عساه حالك؟ فلتبارك الآلهة يا سيد بني جمح. مرحبا يا عكرمة، كيف حالك مع أسيرك ابن مبعون؟ ما زال ملقى بالداخل. أحكم قبضتك عليه حتى يعود إلى ديننا. ولن يخرج من حبسه حيا إلا إذا رجع. تحفظك السماء يا سيد قومي. فلتباركك الآلهة. سأذهب بنفسي إلى عمر. وبماذا ستجيب إذا سألك لماذا تشفع له؟ أقول بحق القربى والرحم. وماذا ستقول إذا سألك رأيك في رسول الله؟ أجيب بما لا يفهم عمر بأني قد أسلمت. يا سعيد، إن عمر شديد الذكاء شديد البطش. فاطمة، اتركي الأمر لله يفعل ما يشاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم احلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم إنك على كل شيء قدير. بسم الله. أين سيدك عمر؟ بالداخل. أخبره أني أريد لقاءه. رآني أبكي فسألني هل تبكين من أجل أخيك؟ فقلت له نعم، هز رأسه ولم يعقب. إذن هو الخير. مولاي عمر يدعوك للدخول. يا رب اطمئني، سيبيت عثمان الليلة في داره. ماذا وراءك؟ أذن لي بالذهاب إلى أمية بن خلف لأطلق سراح عثمان وأتي به إلى هنا. إلى هنا؟ نعم. إن وجوده محبوسا في دار أمية خير له. اطمئني لا عليك، هيا بنا يا مهجع. أهلا
هل أخبرت رسول الله بأمر عمار؟ أجل، وقد أمرني أن أحضره ليقابله. إذن أسرع إلي، إنه الآن في الحرم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا سيد بني جمح، أنت مسان يا سيد بني جمح. ماذا تريد يا ابن زيد؟ أرسلني ابن عم عمر، يريد عثمان صهرة. وفيما يريد؟ لا علم لي. لعله يريد قتله، فإن عمر شديد البطش. حقا أيها العبد؟ حقا يا مولاي. هيا اتبعاني. السلام عليك يا أخي. سعيد، عليك السلام ورحمة الله وبركاته. عمر يريدك. يريدني أنا؟ نعم. إذا اتركني حيث أنا. يا عثمان، أنت لا تعرف كيف أقنعت عمر حتى أذن لي بإطلاق سراحك. أذن لك بإطلاق سراحي حتى يفتنني عن ديني؟ ألا فليسمع عمر ولتسمع مكة كلها أني آمنت بالله ورسوله ولن أخرج من هنا حتى يزيح الله الغمة عنا. هذا آخر ما عندي. يا أخي، لم أعد لك أخا يا ابن مسعود. لقد لا تكمل. لقد أرسلني إليك رسول الله لأسألك كيف تجد قلبك. أجده مطمئنا بالإيمان. إذن أبشر يا أخي، لقد أوحى الله تعالى إلى رسوله في شأنك وحياً. حقا؟ فاقرأه علي. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. إذن هيا بنا إلى رسول الله. هيا. لله الحمد. لله الحمد. لله الحمد. هيا يا أخي، هيا يا حمود. هيا. مرحبا يا سادة قريش، لم يبقى إلا أن تبكوا بكاء الثكالة. أي خزي وأي عار يا قوم. صهن ثكلتك أمك، لقد تماديت وتجاوزت، واللاتي لولا حماقتك بل وحماقتنا لأننا استجبنا لطيشك ما بلغ أمر محمد ما بلغ. لا يا أبا المغيرة، لا، واللاتي لو فعل كل منا ما فعله ابن أخيك هذا لقضينا على أمر محمد في بدءه. فماذا منعك أن تفعل مثل هذا يا ابن عبد المطلب؟ ماذا منعك أن تقتل ابن أخيك كما فعل هذا بسمية، أو تعذبه حتى يرجع عن رأيه كما فعل هذا بياسر وولده؟ واللاتي لولا أن إخوتي منعوه مني لقتلته. كلكم يتعلل بعلل واهية ثم لا يظهر شجاعته إلا على الضعفاء والموالي. صدقت يا أبا المغيرة. ليتني أموت وأستريح منكم ومن محمد ومن مكة كلها، إني ذاهب لأطلق سراح ابن أخي، فإن شئتم فافعلوا مثلي مع ذوي أرحامكم. ويح بني مخزوم، واللاتي لا يقولن الناس إن الوليد قد صبأ. ابن المغيرة لا يصبأ عن دينه ودين آبائه يا أحمق بني مخزوم.
إنما هي الغيرة على الرحم والقرابة والسمعة بين العرب. أن يقول الناس إن قريشا تقتل أبناءها عطشا وجوعا، أفهمت هذا أم أنك تجهل كما تجهل كل شيء يا أبا جهل؟ اكظم غيظك، إن عمك هو شيخ مكة وأسنها. تبا له، واللاتي لو قالها غيره لقتلته. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. صدق الله العظيم. للذين هاجروا فهو الإذن من الله تعالى بالهجرة. الهجرة؟ إذن فقد كشف الله الغمة عنا حقا. وإلى أين نهاجر؟ ها هو أبو سفيان، هيا. حياك إلهك. حياك. معي رجل يريدك في حاجة يا أبا سفيان، وقد لجأ إلي لكي أتوسط له عندك. ألست ابن عبد الله الأسدي؟ بلى يا سيدي، أنا هو قيس ابن عبد الله الأسدي. حاجتك مقضية مهما كانت، إكراما لسيد بني هاشم. أريد يا سيدي، أريد يريد أن يتزوج جاريتك بركة بنت يسار. هيا هيا. قدمي له الطعام والماء. بورك فيك يا مولاتي. ضعي الطعام على الباب ولا تتكلمي معه كلمة واحدة، وارجعي بالحال. سمعنا طعام. استمر في دعائك، إنه أنا. أجل، تلك هي الجهة التي أذن لنا رسول الله بالهجرة إليها. أهو إذنه مشورة أم أمر من الله تعالى لرسوله نزل به الوحي؟ بل هو الإذن والمشورة. إذن سأستأذن رسول الله بالبقاء معه في مكة، وأنا لن أبرح أرضا فيها رسول الله. أنتما وغيركما من بيوتات مكة لكما فيها بعض الرحم والمنع، أما غيركما من الضعفاء ففي الهجرة خلاص لهم من العذاب والاضطهاد. صدقت يا ابن مسعود، صدقت. فلا تجهروا بالرغبة في البقاء حتى لا تسببا لغيركما حرجا. صدقت. صدقت يا ابن مسعود، صدقت يا ابن مسعود. أهلا بك يا خباب. تفضل، ما أخبار رسول الله؟ إذا اتفقت مع الرجل دون أن نعرف؟ لم أتفق معه يا مولاتي، إنما رآني بالسوق في الموسم الماضي وسأل عني وعرفني. كفى، استعدي للرحيل معه متى يشاء. هيا انصرفي. كيف وافقت؟ حسبك، لقد وعدته وزوجته منها وانتهى الأمر. كان لا شأن لي بأمر هذه الدار ومن فيها. أنت
انهي إلا جارية وإن شئتي. اشتريت لك 10 جوار أفضل منها. كفي بحق الآلهة، كفي ودعينا لما نحن فيه. نهاجر إلى الحبشة؟ إنها على الشاطئ الآخر من أقصى البحر. لعل في هذا حكمة لا نعلمها يا عامر. بل هي حكمة واضحة لمن يمعن النظر. لعل الله سبحانه وتعالى أراد لنا أن نلجأ إلى قوم لديهم علم من الكتاب لينصرونا، فهم أقرب الناس إلى العلم بما أنزل الله على رسوله. فهل تستطيع استئجار إحدى السفن؟ أستطيع إن شاء الله. إذن هيا بنا نعود إلى مكة. هيا يا خباب، والله لا أبخل بنفسي في سبيل الله ونصرة دين الله. هيا. وكيف تركتها تهرب؟ أواها رجل من الأعراب، رجل من أصحاب محمد. ومن محمد هذا؟ رجل ظهر في مكة منذ بضع سنوات يدعي أنه نبي أرسلته السماء. علمت ببعض خبره من المسافرين. خذ هذا الثمن البضاعة. لا لقد غلى الثمن عن العام الماضي. أصبح جميع الناس يساومون. حسنا، متى أعود وأخذ البقية من الخمر والقديد؟ حالما تغادر السفينة وتعود. هل أرسلها لك؟ لا سأعود بنفسي في منتصف الشهر القادم عندما يصبح القمر بدرا. ليكن ذلك موعدنا. هيا لأعطيك البضاعة. الجنة تخطفتك أو أن الوحوش قتلتك. هيا اذهب ابحث عنه واتني به. هيا. وربي محمد، لو أنه ركن إلى تلك المرأة واستحب المقام معها فإن قاتله. تفضل يا خباب. فاطمة، لبيك يا سعيد. اذهبي إلى زوجة عامر في دار أبيها، أخبريها أن عامرا في مكة يطلب منها أن تستعد للهجرة معه. سافر. قطع الأثر. وما العمل؟ لنواصل إلى هذه المضارب. حسن. حدس. ضيوف قادمون إلينا. أهلا بالضيوف. مرحبا يا قوم. أهلا يا أخ العرب، تفضل. مرحبا يا شكرا. تفضل. كأني رأيتك. عناق
حالك؟ هلومي يا ابنتي وانظري، لقد جاء بعض قومك ليخلصوك. تيم ابن عمي، تعالي اصبري يا ابنتي وانتظري حتى لا يغضب ذؤيب فيرفض تسليمك لهما. اريد ان اراهما، فلعله تيم. تيم؟ اسمه تيم؟ ابن عمي. اهو ابن عمك؟ اذا لابد ان ترحلي معه. ادخلي الخيمه وانتظري. ادخلي. استحلفك بالهك يا خاله، استحلفك بالهك ساعديني. ادخلي ادخلي يا ابنتي ادخلي. اية جاريه يا هذا؟ جارية اشتراها أعرابي من أحد يهود يثرب. وما شأننا نحن؟ في حقيقة الأمر إنني أقطع الصحراء خلفها منذ عرفت أنها اختطفت وهي في طريقها إلى ديارنا. ما هي صلتك بهذه الجارية المزعومة؟ صلة قرابة، قرابة بعيدة، ولكن لها علينا حق الإجارة والنجدة. تبا لك، تقطع الصحراء بحثاً عن جارية ليست لك بنسب أو رحم؟ تقول اختطفت، وكيف علمت أنها اختطفت؟ لقد عرفت أنها اختطفت من أحد من صادفتهم وأنا في طريقي من مكة إلى ديار بني. كنت في مكة؟ أجل. ما هي أخبار هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي وتكلمه السماء؟ إنه لا يزعم، إنه نبي الله حق. تقول حقا إنه نبي، كأنك جلست معه وتكلمت إليه. أجل، قابلته وسمعت منه وصدقته وتبعته. عذرا منكم، أقضي حاجتي وأعود. ماذا تفعلين هنا؟ عودي إلى خيمتك هيا. ذؤيب يا ولدي، إن كان هو أحد قرابتها ردها إليه. غروبي عن وجهي. هيا هيا ادخلي هيا. مولاي، ما اسمه هذا الرجل؟ أي رجل؟ الذي جاء يسأل عني. ومن قال لك إنه يسأل عنك؟ أنا لم أخبرها شيئا يا ولدي، هي سمعت. اذهبي من هنا قبل أن أقطع رأسك. لا 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 لا، سأذهب يذؤيب. واحذري أن يبدو منك ما يلاحظه ذلك البراء. إذا فهو تيم؟ واللات والعزة وكل أصنام العرب، إن سمعت صوتك قطعت لسانك. ارحمني يا مولاي، أطلق سراحي. لن يجدي معك النصح. ارحمني، أطلق سراحي، ارحمني يا مولاي. كلام لم نسمعه من قبل. متى تريد الرحيل إلى مكة؟ أريد أن أرحل معك. سأرحل بعد أن أعثر على الجارية وأطلق سراحة. عندنا جارية أحضرها ذؤيب منذ بضعة ليال، إن كانت هي ستحملها معك. إنها هي من دون شك، اقتفينا أثرها فأوصلنا إلى هنا. اتبعني. هذا الرجل يزعم أن المرأة التي اشتريتها من يثرب جاريته. وما شأني؟ أنا اشتريت بضاعة بمالي، وما سرقتها ولا سلبتها.
أعلم هذا يا أخ العرب، فهل رددتها إلي وأرد إليك مالك؟ أنا لا أبيع بضاعة اشتريتها لنفسي.